مع ضيفنا من عمان الأستاذ أحمد عزام المحلل الأول لأسواق المال في مجموعة إيكوتي. أستاذ أحمد مرحبا بك، وكما قالت زميلتنا في واشنطن هناك نسب نمو ليست بالقوية لكنها على الأقل مريحة في ظل أوضاع اقتصادية سيئة تستمر منذ أزمة كورونا، وحتى الآن أيضا نسب التضخم لم تنخفض بشكل كبير لكنها في طريقها إلى الانخفاض بوتيرة أو بأخرى. هذه أرقام مطمئنة أستاذ أحمد تعتقد أم أن ما زال البون شاسع حتى نصل إلى نقطة الاطمئنان؟ مساء الخير أستاذ أحمد، شكرا للاستضافة. نعم، على ما أعتقد هي توقعات فيها تفاؤل كبير، 3.2 بالنسبة لأرقام النمو المتوقعة. نعم، هي بعض الارتفاعات من 3.1% كما كانت متوقعة سابقا إلى 3.2. على ما أعتقد هي توقعات جيدة بعض الشيء، فيها تفاؤل، توقعات أن يكون هناك بعض التباطؤ أيضا للتضخم من 6.8% إلى 5.9%، تعطي بعض الإشارات على أن صندوق النقد الدولي يتفائل بأن يكون هناك الهبوط الناعم السوفت لاندينج، بمعنى أن يكون هناك انخفاضات لأرقام التضخم وعدم زيادة البطالة وعدم فقدان النمو الاقتصادي. عندما ننظر إلى أرقام، هي بكل تأكيد أرقام للنمو الاقتصادي العالمي بشكل كامل أستاذ أحمد، لكن عندما ننظر إليها فرادة والأرقام الحالية تعطي بعض المخاطر، تعطي بعض المخاوف. الاقتصادات هناك متواجدة عند نمو مسطح، أقصد هنا الاتحاد الأوروبي عند قراءات صفرية منذ ما يقارب أكثر من عام، قراءات حتى بالنسبة للاقتصاد البريطاني قراءات متتالية سلبية، بمعنى دخلنا مرحلة الركود التقني للاقتصاد البريطاني، قراءتين سلبيات في الناتج المحلي الإجمالي أدخلتنا بمرحلة الركود التقني. هناك بعض المخاوف بأن أرقام الفوائد المرتفعة وأسعار الفوائد المرتفعة هي بكل تأكيد يجب أن تعطي ضغط سلبي على أرقام النمو الاقتصادي وتدفع أو تكبح جماح التضخم. المخاوف هنا أستاذ أحمد أن يكون إذا استمرار الدفع للنمو الاقتصادي بشكل سلبي، القراءات الفعلية أود أن أذكر هنا هي توقعات، أود أن أقتبس أيضا من الفيدرالي الأمريكي عندما ذكر في الاجتماع الماضي بأنه تصويته والتوقعات الاقتصادية هي محض توقعات، ليست مرغمة للاقتصاد أن يتحرك في هذه الطريقة. نعم، هي قراءة نصف عام أعطت بعض التفاؤل، لكن على ما أعتقد قد تكون بعض الشيء أستاذ أحمد فيها بعض المبالغة، لو ما أردنا أيضا حتى أن ننظر إلى التأخر حتى في دخول مرحلة النمو الاقتصادي. عندما ننظر في العام الماضي كنا نتحدث عن إمكانية دخول الركود لعديد من الاقتصادات، على ما أعتقد قد تجاوزت تلك المرحلة، لكن استمرار الفوائد المرتفعة لفترة زمنية أطول أو حتى بقائها أعلى مما كانت سابقة، وهو بكل تأكيد ما سوف يحصل في الفترة القادمة، قد تكون ضاغط أساسي على النمو الاقتصادي. فعلى ما أعتقد القراءات بالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي قد تتغير في العام القادم بنحو سلبي أكثر أستاذ أحمد، جراء ضغوطات أسعار الفوائد المرتفعة. أستاذ أحمد، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد قالت إن التباطؤ العالمي ربما جاء أقل بشكل أو بآخر من المتوقع، لكن الحالة التي عليها العالم الآن ربما لا تدفع البنوك المركزية العالمية للعودة مرة أخرى إلى سياسات التيسير، ربما ستستمر لفترة أطول من المتوقع في سياسات التجديد النقدي، وربما هذا يدفع الفيدرالي الأمريكي مثلا ألا يخفض أسعار الفائدة، البنك المركزي البريطاني ربما لن يذهب إلى ذلك سريعا، المركزي الأوروبي ربما سيحافظ على نفس وتيرة أسعار الفائدة. بالتالي نحن في يعني داخل حلقة ما زالت محكمة الآن على الاقتصاد العالمي حتى تنفرج بشكل أو بآخر. أتفق تماما معك أستاذ أحمد، دائما البنوك المركزية تتجه كرد فعل على الأرقام الاقتصادية، بمعنى لو رأت أرقام التضخم، لو واجهت أرقام التضخم التباطؤ وصولا إلى المستهدفات 2%، عندها سوف تتحرك البنوك المركزية. على ما أعتقد البنك المركزي الوحيد الذي قد يسجل بعض التخفيضات أسعار الفائدة في الفترة القادمة يمكن بنك أوروبا في شهر 6، نظرا لأنه أرقام التضخم 2.4% تعطي بعض الارتياح. يمكن السنة الماضية يمكن لو كنا ننظر إلى أرقام التضخم في أوروبا جراء التوترات الجيوسياسية المتواجدة في أوروبا كانت دافع أساسي لأن نشهد إمكانية ارتفاع التضخم، فوصولها عند 2.4% على ما أعتقد هي بعض شيء انتصار من ناحية. من ناحية أخرى أرقام النمو الاقتصادي يحتاج بنك أوروبا الحفاظ
على النمو الاقتصادي، خاصة أنه أرقامه سلبية في فترة وأرقامه مسطحة صفرية في فترة أخرى، لذلك قد يحتاج الدفع لتخفيض أسعار الفائدة. بنك بريطانيا هو في مرحلة ركود تقني كما ذكرت، قد يحتاج تخفيض الفائدة ليس انتصارا على التضخم، لا بل خضوعا لأرقام النمو الاقتصادي السلبية. الفدرال الأمريكي يمكن قد تكون حكاية أخرى، النمو الاقتصادي عند 3.4% لآخر قراءة، قراءات قد تعتبر بعض الشيء مدهشة جراء الفوائد المرتفعة عند 5.5% إلى 5.5% النطاق السعري لأسعار الفائدة، قد تكون أرقام النمو الاقتصادي هي دافع جيد، لكن بالمقابل التضخم يعتبر مرتفع. قد يحتاج الفدرال الأمريكي الفترة الزمنية الأطول، قد يحتاج الوقت لمتابعة تأثير السياسة النقدية التشددية على أرقام التضخم. على ما أعتقد أتفق معك أستاذ أحمد هنا أنه دورة السياسة التسهيلية سوف لن تكون قوية كما كانت دورة السياسة التجديدية، لذلك قد يكون تخفيض فائدة لمرة مرتين في عام 2024، ثم قد يظهر البوزينج أو التوقف على فوائد ومحاولة متابعة الأرقام الاقتصادية. أعتقد أنه قد يكون هناك موجة تضخم قادمة، وأتمنى أن أكون مخطئ. هو عليه حل هذه المشكلة كما قالت الأنكتاد في تقريرها الذي جاء متوازيا مع تقرير صندوق النقد الدولي. تقرير الأنكتاد دعا للحاجة لعمل عالمي متضافر، هكذا وصفه، لزيادة الاستثمار العالمي، استدامة المالية العالمية، خلق فرص عمل بشكل أوسع، تحسين توزيع الدخل العالمي، وكل هذه الأمور ربما يعني غير واردة الآن بالإمكان في ظل ظروف أو مشاكل جيوسياسية واسعة في العالم. فبالتالي حل الأزمات عالميا غير متحقق الآن، وربما ستذهب الدول إلى حل مشاكلها فرادى، وخاصة الدول الكبرى المتحكمة في مفاصل الاقتصاد العالمي. أتفق تماما، يعني حتى المديونية العالمية عندما ننظر لها، مديونية الدول المتقدمة ما تقارب 80% من المديونية العالمية، فالاقتصادات المتقدمة حتى تواجه بعض الصعوبات. نعم الناتج المحلي الإجمالي لها كبير، لكن أرقام تعتبر مرتفعة جدا. كما ذكرت التوترات الجيوسياسية ارتفاع حدتها، حتى التوسع رقعة التوترات الجيوسياسية قد تكون ضاغطة بعض الشيء. سلاسل التوريد، لن أقول هنا اختناق، لا بل توجهات سلبية لسلاسل التوريد قد تعطي دافع لتسجيل بعض الارتفاعات. المعادن هنا تسجل ارتفاعات متتالية، النفط ارتفاعات في الفترة الماضية، قد يكون ضاغط أساسي في الفترة القادمة على الاقتصادات. هنا ما يثير القلق أن يكون التوسع للتوترات الجيوسياسية، أن يكون هناك إغلاق لمضيق هرمز في الفترة القادمة، وهو على ما أعتقد شريان النفط. لذلك التوترات الجيوسياسية قد تعطي دافع للبلدان للتوجه فرادة كما ذكرت أستاذ أحمد، لمحاولة دفع عجلة النمو الاقتصادي لديها جراء الاستثمارات، تنوع الاقتصادات أو تنوع الموارد الاقتصادية بطريقة أو بطريقة أخرى، إيجاد شراكات، إيجاد دول صديقة كما فعلت روسيا في الفترة الماضية. قد يكون هناك مرهق بعض الشيء، لكن هي الخطوة التالية لبعض الدول، الاعتماد بالاقتصادات بشكل فردي. طيب أستاذ أحمد، أيضا زميلتنا دينا سالم قالت أن تقارير البنك الدولي الآن أكدت على دول الخليج أن تنوع مصادر دخلها ألا تعتمد على المصادر البترو دولارية فقط. هذا عكس واقع يقول أن دولا كبرى في الخليج كالمملكة السعودية، الإمارات، نوعت مداخلها وابتعدت كثيرا عن المداخل البترو دولارية، العائد غير النفطي في هذه الدول ربما ازداد بوتيرة جيدة أو على الأقل يحتل تقريبا نسبة النصف. لماذا إذن يصر الصندوق على نصيحة تغيرت أو يعني تم تلبيتها بشكل أو بآخر في أسواق الخليج على الأقل؟ يمكن أستاذ أحمد التوصيات في صندوق النقد الدولي هي لمحاولة الدفع والاستمرار. عندما ننظر إلى اقتصادات الدول الخليج، نعم في الفترة الماضية اتجهت لإيجاد موارد أخرى خارج النفط، خارج الوقود الأحفوري. بكل تأكيد هي توجهات تعتبر ممتازة جدا، وتعتبر توجهات قد تكون تدريجية في الفترة القادمة لمحاولة رفع النمو الاقتصادي والاعتماد على تنويع الدخل. عندما ننظر أستاذ أحمد في الفترة الماضية، التوجهات للابتعاد عن الوقود الأحفوري في الفترة الماضية أو النفط كان جل اهتمام الاقتصادات، جل محاولة دفع الاقتصادات العالمية بشكل عام، بالتالي قد يدفع لانخفاضات الطلب على النفط. هذا على ما أعتقد هي توجهات في الفترة الماضية. حتى منظمة أوبك على ما أعتقد قد أوصت في الفترة الماضية هي
محاولة موازنة العرض والطلب في الفترة الأخيرة جراء منظمة أوبك توصياتها، محاولة موازنة العرض والطلب، المخاوف أن نستمر بشكل تدريجي انخفاض الطلب على النفط، فبالتالي قد يحتاج دول الخليج لإيجاد تنوع آخر، وهو ما يحدث في الفترة الماضية، وقد على ما أعتقد هو مستهدف مستمر من العام قبيل 5 أعوام إلى عام 2030، ولم أعتقد قد توجهوا بشكل ناجح في الفترة الماضية. دائما في هذه الاجتماعات أستاذ أحمد يعني يعطي البنك الدولي صندوق النقد الدولي نصائح توقعات خريطة عامة لمستقبل الاقتصاد العالمي، لكنه لا يتحدث ربما عن ما يجب أن تفعله المؤسسات المالية الداعمة للاقتصادات خاصة الاقتصادات الناشئة من أفكار ربما يجب عليه أن يقوم بها حتى تعاد صياغة هذه الاقتصادات أو يعاد لها القوة مرة أخرى. برأيك أنت لنتحدث خارج هذه الصناديق جميعا، ما الذي يجب على هذه المؤسسات المالية الداعمة أن تفعل في ظل أزمات طاحنة مسببها الرئيسي ربما الاقتصادات الكبرى؟ قد يكون أستاذ أحمد التوجه بشكل عام جراء الارتباطات لغالبية الدول النامية مع الدول المتقدمة، سواء كانت بالتجارة العالمية، سواء كانت حتى بالارتباط ارتباط العملة بشكل عام. عندما ننظر لها أستاذ أحمد، قد يكون التوجه بالنسبة لتلك الاقتصادات النامية هي محاولة تخفيض المديونية مرتفعة في الفترة الماضية، قد يكون التوجه لها لمحاولة إيجاد حلول خارج الصندوق، محاولة إيجاد حلول ليست فقط ما يعطيها التوصيات من صندوق النقد الدولي. أتفق معك تماما، يمكن توصيات صندوق النقد الدولي قد اعتدنا عليها، سداد مدفوعات الدين بيكون يجب على الدول، خفض الإنفاق بشكل عام على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فبالتالي هي توصيات يمكن قد جار عليها الزمان كما ممكن القول في ذلك. إيجاد حلول فردية على ما أعتقد أستاذ أحمد قد يكون محصور في الفترة القادمة في محاولة إيجاد الشراكات، وهو ما قد أوجد الصين في الفترة الماضية على سبيل المثال جراء طريق واحد حزام واحد، إيجاد عديد الشراكات مع الدول النامية. قد يكون الارتباط الوثيق بين الاقتصادات العالمية شرط أساسي. المخاوف هنا تكمن بانهيار الاقتصاد الكبير، قد يدفع انهيارات للاقتصادات النامية. هنا ما أود أن أذكره تراجع الاقتصاد الصيني في الفترة الماضية على سبيل المثال أعطى انعكاسات سلبية على الاقتصادات الشريكة مثل نيوزيلندا، أستراليا، واجهت بعض المشاكل الاقتصادية جراء مشاكل العقارات في الاقتصاد الصيني. فإيجاد شراكات على ما أعتقد هو الحل في الفترة الحالية، ليس فقط جدولة الدين وإعادة جدولة الدين في ظل أسعار الفوائد المرتفعة. إعادة جدولة الدين هي مجرد تراكم للمديونية وزيادة حدتها. أستاذ أحمد، تقارير صندوق النقد التي صدرت حديثا بالموازنة مع هذه الاجتماعات رأت تراجعا كبيرا في نسب التضخم العالمية، وهذا أمر جيد، يعني من مستوى 6.8% في عام 2023 إلى مستوى 5.9% هذا العام، تنخفض ربما في العام المقبل إلى مستوى 4.5%. تعتقد هذه إشارة جيدة يمكن البناء عليها، أم أن ربما نسب النمو التي ما زالت في متوسطات غير يعني مطمئنة بشكل أو بآخر يعني ستؤثر نسب التضخم المرتفعة النسب التضخم المنخفضة على نسب نمو يرجى أن تزداد بشكل أو بآخر؟ يمكن أستاذ أحمد هي التوقعات مبنية بأن أسعار الفوائد المرتفعة يجب أن تكون لها تأثير على تباطؤ أرقام التضخم، وهو على ما أعتقد توقع قد يكون منطقي بعض الشيء من صندوق النقد الدولي، لكن المخاوف هنا تكمن بأن يكون هناك موجة قادمة بالنسبة للتضخم جراء جميع التوترات الجيوسياسية المتواجدة حاليا. من المنطق أن يكون هناك ارتفاعات للتضخم تاريخيا، عندما ننظر لها يمكن من السبعينات لحد وقتنا الحالي، عندما نشهد تضخم ارتفاعه لذروته لا يكون انخفاض متتالي بالنسبة للتضخم، أو أصح تعبيرا اقتصاديا التباطؤ بالنسبة للتضخم بشكل متتالي وبشكل مستمر، كنا نشهد موجة تالية بالنسبة للتضخم. هاي جل المخاوف المتواجدة حاليا أن يكون هناك عودة وارتفاعات وزيادة في التضخم في الفترة القادمة. أود أن أذكر هنا أستاذ أحمد بأنه التضخم سجل تباطؤ ولم يسجل انخفاضات، بمعنى نحن سجلنا زيادة في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال
3.5% القراءة السابقة هي 3.5% زيادة عن السنة الماضية. بمعنى لو كانت السنة الماضية عند زيادة 6% يعني نحن زدنا 3.5% عن 6%. بمعنى هناك لا يزال ارتفاعات سعرية، ارتفاعات التضخم أو زيادة التضخم هنا تعطي إشارات بأن التضخم عنيد. بعض الشيء في الاقتصادات خاصة عندما ننظر له أنه التضخم لا يزال في قطاع الخدمات مستفحل في الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد أن هناك في بعض المخاوف. أود أن أذكر إحصائيا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، لأنه منتابع أكبر اقتصاد عالمي، عندما ننظر له 3.5% حاليا، بعد شهرين رح نستثني إحصائيا قراءات 12 شهر الأعلى ل5% و4.5%. بمعنى إمكانية ارتفاعات التضخم على ما أعتقد لا تزال واردة على طاولة الاقتصاد بالولايات المتحدة الأمريكية. ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ أحمد عزام، المحلل الأول لأسواق المال في مجموعة إيكوتي، أشكرك جزيل الشكر.